بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بيكم وكورس جديد اوفيس 365 مايكروسوفت اوفيس 365. احنا في الكورس بتاعنا ان شاء الله هنبدا من البدايه خالص. اي حد ما عندوش اي معلومه عن اوفيس ممكن ان هو يتابع هذا الكورس، لكن الكورس ده له بعض البريكوزيتس. اولا اللي يسمع الكورس ده لازم يكون على الاقل معاه ام سي اس اي، يعني فاهم يعني ايه اكتف دايركتوري، فاهم يعني ايه ويندوز سيرفر، فاهم يعني البيزكس بتاعت الحاجات دي، عشان لما نقول اي مصطلح يكون يعني ملم بالكلام وما نضطرش بقى نقعد كل شويه نراجع على الحاجات دي. احنا طبعا الحاجات دي حاجات الاون بريم سيرفيسز زي الويندوز سيرفر والاكتف دايركتوري والحاجات دي كلها مش هنراجع عليها، لكن اللي يسمع الكورس ده لازم يكون على درايه بيها، عنده فكره عن الحاجات دي. خلينا نبدا بسم الله في الكورس بتاعنا على طول. ايه هو الاوفيس 365؟ خلينا كده نشوف سريعا الاول صوره مع بعض. خلينا نشوف كده الصورة دي هي المدخل بتاعنا عشان نعرف يعني ايه اوفيس 365. الصورة دي فيها اربع حاجات: اون بريم، اي دبل اي اس، بي دبل اي اس، اس دبل اي اس. هنفهم الكلام ده كله معناه ايه. خلينا نبدأ الاول في القصة بتاعت الاون بريم دي اللي احنا كلنا عارفينها. بيقول لك اللي باللون ده دي الحاجة اللي انت بتعمل لها مانجمنت. تعال نكبر الصورة كده ونشوف نقصد بالكلام ده ايه. تعال هنا نشوف ادي الصورة دي. بيقول لك هنا دي الحاجات اللي انت بتعمل لها مانجمنت، انت بتمانج الابلكيشنز والداتا والران تايم والاوبريتنج سيستم وكل حاجه. يعني في الانفيرومنت بتاعتك الاون بريم انت عندك سيرفرات، عندك نتورك، عندك ستورج، عندك فيرتشوال سولوشنز، سواء انت عندك سيتريكس او عندك في ام وير او هايبر في او ايا كان السولوشن اللي عندك، انت بتمانج كل الحاجات دي. مش كده بس، انت مسؤول عن الاوبريتنج سيستم، عن السكيورتي باتشز اللي بتنزل عليه، عن الابجريد بتاع اي اوبريتنج سيستم، اي سولوشن عندك، اي ابلكيشن عندك سواء كان اكستشينج سكايب اي حاجه، انت مسؤول عن المانجمنت بتاع هذه الابلكيشنز. ده الكلام ده كله لو انت شغال اون بريم. يعني ايه اون بريم؟ يعني كل حاجه موجوده عندك في قلب الشركه، كل حاجه موجوده عندك جوه الشركه، السيرفرز والستورج وكل حاجه. تمام. طيب ايه بقى اللي بيقدمه لي اي كلاود بروفايدر؟ يعني ايه كلاود بروفايدر؟ يعني مثلا شركه زي مايكروسوفت. مايكروسوفت شركه بتقدم سولوشنز. تمام. يعني مايكروسوفت بتقدم لنا حاجه زي الويندوز، ويندوز 10 اللي قدامي ده سولوشن من ضمن السولوشنز بتاعه شركه مايكروسوفت. مايكروسوفت بتقدمه لي عشان اعمل بيه حاجات معينه. في نفس الوقت مايكروسوفت بتقدم لي بعض السولوشنز الاونلاين. يعني ايه اونلاين؟ كلمه اونلاين فيها ثلاث حاجات: اي دبل اي اس معناها انفراستراكشر از ا سيرفيس. يعني ايه انفراستراكشر؟ يعني الاربع حاجات دول، يعني من الاخر كده الاساس اللي انا ببني عليه كل حاجه. يعني انا مثلا راجل بتاع سيستم، احنا ناس بتوع سيستم. تمام. يعني نقدر نمانج من اول فين؟ او الصحيح ان احنا بنمانج من اول فين؟ بنمانج من اول الاوبريتنج سيستم، بسطب بالويندوز وبمانج اي ابلكيشن نازل على هذا الويندوز. تمام. الراجل بتاع السيستم ده شغله الطبيعي. لو كلاود بروفايدر زي مايكروسوفت او جوجل في الجي سي بي او اي بي ام او اي دبليو اس او علي بابا او اي حد بيقدم لي كلاود سولوشنز، هذا الكلاود بروفايدر لو انا اشتريت منه انفراستراكشر از سيرفيس فهو بيقدم لي الاربع حاجات دي. انا ماليش دعوه الحاجات دي متوصله ازاي، والستورج معموله ازاي، والسيرفرز معمول لها سيت اب ازاي، وايه هو الفيرشوال سولوشن اللي هو مستخدمه. ماليش دعوه هو في الباك جراوند مستخدم هايبر في، مستخدم في ام وير، مستخدم ايه، انا ماليش دعوه. انا بمانج من اول فين؟ من اول الاوبريتنج سيستم. مثال على ده، مثال على ده هو ايجر. حاجه زي ايجر لو حد يسمع عنها، ده كلاود سولوشن مايكروسوفت بتقدمه، ممكن تقدم لك فيه انفراستراكشر سيرفيس، بتقدم لك كل الحاجات دي وانت عليك بتمانج من اول الاوبريتنج سيستم، وتنزل بقى الابلكيشن والداتا وكل حاجه انت عايزها. لكن كل الحاجات دي انت مسؤول عنها، انت مسؤول عن المانجمنت بتاع كل الحاجات دي. تعال نشوف موديل تاني، بس بلاتفورم از ا سيرفيس. يعني ايه بلاتفورم از ا سيرفيس؟ انا لو رحت مثلا ل ايجر او رحت لمايكروسوفت وقلت لها مثلا انا عايز اخد عندك كلاود موديل بتاع بلاتفورم از ا سيرفيس، في الحاله دي مايكروسوفت او غيرها، في هذه الحاله مايكروسوفت او غيرها ايا كان الكلاود بروفايدر بيقدم لي ايه؟ بيقدم لي الاوبريتنج سيستم. يعني هو بيديني كل حاجه، انا بس بعمل ايه؟ بحط الابلكيشن بتاعي وبمانج الابلكيشن ده فقط، بمانج هذا الابلكيشن فقط، سواء بقى كان موبايل ابلكيشن او ويب سايت او اي حاجه. الحاجات دي كلها ممكن اعملها هوست على ايجور او غيره.
تمام. انا بقدر امانج ايه او ايه اللي انا بهتم بيه في دماغي، ايه اللي انا بهتم بيه؟ اللي بهتم بيه هو الابليكيشن بتاعي فقط.